نفى الفنان الكبير عادل إمام ما نشرته وكالة الأناضول عن تبرعه بمبلغ 52 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر. وأكد النجم الكبير عادل إمام أن الأخبار التي تم تداولها ليس لها أي أساس من الصحة، موضحاً في تصريحات اليوم السابع أن الذي يتبرع بشيء لابد ألا يعلن عنه، فيجب أن يكون هذا الشيء بين الإنسان وربه، مشيراً إلى أن ما نشر عنه جعل هواتفه لتتوقف عن الاتصالات المستمرة من قبل وسائل الإعلام المختلفة ومن قبل بعض أصدقائه. وأضاف الزعيم أن نصف أجره على مسلسلاته الثلاثة الأخيرة لا يصل للمبلغ المعلن على الإطلاق، وأن ما نشر عنه مجرد اجتهادات شخصية، موضحاً أنه يكره بشدة مثل هذه الشائعات السخيفة. عندك زهايمر من سنتين، هي ابتدت بنسيان شوية حاجات بسيطة وبعدين الموضوع زاد. أنا بقى فيا إيه؟ اهدى بس انت. فيا إيه؟ أنا بقيتش فاكر حاجة، أنا بقيت بنسى كل حاجة. في حاجات هتنساها وهترجع تفتكرها، وفي حاجات مش هتفتكرها خالص. المرض ده زي الوحش المفترس. حضرتك ناسي كل حاجة اهو، ده انت كويس انك فاكرنا اصلا. عايز اخرج، انا متحبسش بالطريقة دي. عندك ده هيخلي مفيش قدامنا غير حل واحد. ايه هو؟ يا اما ندخلك مستشفى متخصصة يا اما مصحة نفسية. وايه الصورة دي بقى؟ دي لما خدت بطولة الجمهورية. في ايه؟ في الملاك؟ في الملاكمة. وانا غلبت ده بالقضية، وهو عارف ان انا غلبته.